أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية منظومة الأمن السيبراني وضرورة استخلاص الدروس المستفادة من الأزمة العالمية التي ضربت عددا من دول العالم نتيجة لأعطال تقنية. وخلال اجتماع عقده لمتابعة منظومة الأمن السيبراني والإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الحكومة المصرية لتأمين البنية المعلوماتية، استعرض مدبولي إجراءات تأمين البنية المعلوماتية للجهات الحكومية والمهام والجهود التي ينفذها المركز الوطني لعمليات الامن السيبرانيه كما تم الاعلان عن استحداث منظومه متطوره تعمل على مراقبه الهجمات السيبرانيه لاتخاذ الاجراءات الاحترازيه ضدها مستقبلا